أقف وقفات مختصرة جدا مع بعض آيات الرزق، وليس مع الكل، وإنما مع بعض آيات الرزق لنعرف كمال غنى ربنا عز وجل. فالغنى المطلق من لوازم ذاته جل وعلا، ونعرف شدة حاجتنا وفقرنا إلى الله، فالفقر من لوازم ذواتنا نحن المخلوقين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن ماذا نصنع؟ نلجأ إلى الله. الصمد، تعرف ما معنى الصمد؟ تقرأ هذه السورة مرارا، قل هو الله أحد، الله الصمد. إلجأ إلى الصمد جل وعلا. الصمد هو الكامل في أوصافه، الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، وهو الدائم بعد فناء خلقه، وهو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حوائجها. تأمل، إذا قرأت قل هو الله أحد، الله الصمد، هو الكامل في أوصافه جل وعلا، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، ولا يلحقه عيب ولا نقص، وهو الباقي بعد ذهاب خلقه، وهو الذي تصمد إليه الخلائق كلها في جميع حوائجها. نعم، في سورة الرحمن يسأله من في السماوات والأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض، لا الذي يسكن في السماء ولا الذي يسكن في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، كل يوم يقدر مقادير، يغفر ذنبه، يفرج همه، ينفس كربه، يصلح ولده، يرد غائبا، يفك عانيا، يقضي دينا، يشفي مرضا، كل يوم هو في شأن. إذن عليك أن تلجأ إلى الله، وأيضا عليك أن تتقي الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من ماذا؟ أطلق أي محنة تقع فيها يجعل لك مخرجا، ولو طالت، قد تطول لابتلاء وامتحان، قد تطول على بعض المتقين ابتلاء وامتحانا من الله جل وعلا. وليمحص ما في قلوبكم، قد تكون هذه الآلام والابتلاءات على هذا المتقي رفعة له في درجاته، وتكفيرا لسيئاته، وإعدادا له إلى أن تكون هذه الآلام حلاوة ولذة له. سبحان الله. نعم، قد سبق وأن تحدثت في خطبة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الآلام والمحن تنقلب لمن وفقه الله عز وجل، تنقلب إلى أفراح وإلى خيرات. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن توكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيك. افعل السبب، الأسباب الدنيوية وكذلك الأسباب الشرعية، من الدعاء، من دعاء الله عز وجل، من تقوى الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، ما قدره وأمر به بالغه، هو واقع لا محالة. إن الله بالغ أمره، لكن ما الذي بعدها؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكن كل شيء له وقته المحدد بتقدير منه جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم من واسع فضله، من فضله الديني ومن فضله الدنيوي.